اجتماع الإيجاد يطالب أطراف النزاع في السودان بوقف غير مشروط لإطلاق النار وبدء حوار سلام جريء وشامل. مجلس النواب والدولة الليبيان يعلنان تأجيل مناقشة مقترح لجنة 6+6 بشأن قوانين الانتخابات. أردوغان يشترط قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي مقابل دخول السويد في الناتو. صحتكم أوقاتا وتحية لكم مشاهدين أينما كنتم، دائما برفقتنا مع قناة الحدث إلى نشرة مفصلة. أصدرت منظمة إيجاد التي تقود اللجنة الرباعية للوساطة في السودان بيانها الختامي بشأن الأزمة، وأكدت فيه على أن مبادرة الدول المشاركة في الوساطة تهدف إلى دعم مسار وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي، وحث طرفي الصراع على وقف فوري لإطلاق نار غير مشروط، مؤكدة على أن اجتماع قمة إيجاد يشارك الأهداف التي يسرتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة للوصول إلى حل سياسي. وأبدى البيان الختامي قلق دول الوساطة بسبب تبعات الأزمة في السودان، ورحب بدور دول الجوار لا سيما باستقبال اللاجئين الذين فروا من القتال، وحذر البيان من أن الحرب توسعت وباتت تتخذ منحا عرقيا. كما كشفت دول الوساطة على أنها قررت بذل جهود مكثفة لعقد لقاء مباشر بين أطراف الأزمة السودانية. هذا وقد اعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن وصول الوفد السوداني إلى أديس أبابا يؤكد جدية الحكومة في المشاركة بمفاوضات اجتماعات إيجاد، نفية أن تكون منظمة إيجاد قد استجابت لمطالب الخرطوم بتغيير رئاسة كينيا للقمة.
قال الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي إبراهيم المير غني، قال أن وفد الحرية والتغيير في أديس أبابا سيلتقي بمجموعة من الرؤساء الأفارقة لبحث حلول سياسية للأزمة السودانية. سيلتقي الوفد بعدد من المسؤولين الأفارقة الكبار، منهم رؤساء ومنهم وزراء خارجية، لبحث أزمة السودان، وفي نفس الوقت لتأكيد الدور المدني وأن هذه الحرب هي حرب فرضت على الشعب السوداني ويجب تجاوزها بأسرع ما يمكن، لكن الهدف الأساسي من اللقاء هو الدور المدني في المفاوضات وعدم ترك المفاوضات للعسكريين فقط، باعتبار أن القضية هي قضية سياسية وحلها هو حل سياسي. حصل الجيش السوداني على طائرات تركية من طراز بيركدار بحسب ما أعلنت مصادر عسكرية سودانية لموقع سودان تريبيون، مؤكدة أنها دخلت بالفعل ساحة القتال. يأتي هذا وقد دعت وزارة الخارجية الأمريكية طرفي الصراع في السودان إلى وقف القتال على الفور والعودة إلى السكونات. طائرة بيرقدار هي طائرة مسيرة تركية لعبت دورا بارزا في مجرى العديد من النزاعات الإقليمية من سوريا إلى ليبيا فأثيوبيا وأوكرانيا. كذلك ساعدت هذه الطائرات في ناغورني كاراباخ في أذربيجان، ساعدت على هزيمة القوات الأرمنية على استعادة مساحات شاسعة من الأراضي في حرب العام 2020. وفي العام الماضي أيضا بدأت حكومة كييف في استلام الطائرات بدون طيار من طراز بيرقدار تي بي 2 من تركيا، واستخدمتها للمرة الأولى في منطقة دونباس شرق البلاد. كذلك لعبت تلك الطائرة دورا بارزا إبان هجوم قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في العام 2019، وكانت تركيا قد مدت حكومة الوفاق الليبية السابقة بالأسلحة ومنها مسيرات بيرقدار. ونشرت الحكومة آنذاك العديد من اللقطات المصورة لهذا الاستهداف لتركيا مدت بها حكومة الوفاق إذن الليبية السابقة، وأيضا تعول في العام 2006 نعم اذا تعول عليها هذه الطائرات التركية في معركة. وللحديث أكثر عن آخر المستجدات والتطورات في السودان ينضم إلينا من أديس أبابا الناطق الرسمي للاتحاد الإفريقي في الأزمة السودانية البروفيسور محمد الحسن ولد البات. أهلا بك بروفيسور برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. اليوم يعني كما تبعنا كان هناك مفاوضات واجتماع للإيجاد، كيف تقيم هذه المفاوضات أو هذا الاجتماع الذي حضرته، و أيضا بالتالي يعني في ظل ممانعة الحكومة الممثلة بالجيش السوداني من المشاركة؟ المفروض أن توجهون بالأسئلة إلى الإيجاد المنظمة للاجتماع، ولكن بما أن الاتحاد الإفريقي كان حاضرا وشريكا مع الإيجاد الآن لأنهما اتفقا على خريطة طريق واحدة وقررا أن يعملا سويا، فإنني أريد أن أصحح، لم تكن هنالك مفاوضات اليوم في الاجتماع، بل كان اجتماعا بين الإيجاد والاتحاد الإفريقي مع جملة من الفاعلين الدوليين الثنائي الذي يسهر على مسار جدة، والاتحاد اللي هو المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وكان هنالك ايضا اعضاء اخرون من الرباعيه، وكان هنالك ممثل الاتحاد الاوروبي، وطبعا كان هنالك
زعامات من الإيجاد، وكان هنالك وفد من الاتحاد الأفريقي أيضا شارك فيه. هذا من ناحية التحديد، لم تكن هنالك مفاوضات. طبعا كان الطرفان مدعوان إليه، حضر أحدهما وآخر لم يحدث. أنا بهذا الشأن ليس لدي تعليق عليه باسم الإيجاد. نحن سألنا عن تقييم الاجتماعات، هذه الاجتماعات. أيوة. يعني هل انتهت وأم هناك جولات أخرى؟ نعم 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 نعم، اليوم هذه الجولة انتهت، وقد تكون هنالك جولات أخرى لم يحدد تاريخها. وتقييمي لما حصل اليوم الأساسي فيه هو أن الاتحاد الأفريقي والإيجاد أعلنا عن موافقتهما، وعلى ما ظهر في البيان الختامي الذي صدر على الاجتماع عن اتفاقهما التام على تشكيل على توحيد خريطتي طريقهما في الشأن السوداني، وتتركز هذه الخريطة المشتركة، خريطة الطريق المشتركة، على المرتكزات الثلاثة المعروفة، وهي السعي من أجل وقف إطلاق النار بمضاعفة الجهود المشتركة مع الثنائي الذي كان يسهر عليه بجدة، وقد تمت خطوات بهذا الشأن. ثم أيضا مضاعفة الجهود لتعبئة الدعم والمساندة الإنسانية لمختلف المناطق المتضررة جدا التي تضرر بها السكان المدنيون. ثم قرار آخر ثالث هو بتشجيع بعرض خطة متكاملة على الأطراف السودانية كافة بدون استثناء، خاصة الأطراف المدنية بدون أي استثناء وبدون أي إقصاء، تصحيحا لأخطاء الماضي من أجل إقامة حوار وطني شامل للاتفاق على الحد الأدنى لوضع الأسس لنظام يقود البلاد يوقف الدمار الشامل الذي تتعرض له، ويضع أسسا متفق عليها ومتراضي عليها لحكومة كبير شؤون البلاد إلى غاية نهاية المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات عامة لتؤسس لقادة شرعية للبلاد. بالمقابل بروفيسور، هل من جهود لتنحي كينيا من رئاسة لجنة الوساطة؟ أنا أفضل أن تطرحوا هذا السؤال على المعنيين أنفسهم. نعم، بما أنك حضرت، إذا كان لديك أي معلومات يعني يمكن الإشارة إليها توحي بنوع من الإيجابية. لم يظهر هذا الموضوع في الاجتماع اليوم. وإذا كان فيه شيء آخر فهو خارج عن علمي، وإن صح في علمي فلن أصح عنه، لأنه لأن الاجتماعات كانت مغلقة. نعم كانت الجلسة الافتتاحية معلنة، حضرتها الصحافة وغطتها، وكانت هنالك جلسة مغلقة دارت فيها النقاشات حول الخطة التي تكلمت عنها. نعم، كيف يمكن أن تتوحد اليوم الجهود الأفريقية والعربية في آن من أجل الخروج من هذه الأزمة؟ نحن قطعنا أشواطا كبيرة في هذا الصدد، وتعرفون أن الاتحاد الأفريقي نظم اجتماعات في الأسابيع الماضية حضرتها أطراف عربية، حضرتها الجامعة العربية، وأولها تحدث به السيد الأمين العام للجامعة العربية، كما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة وغيرهم من قادة المنظمات الدولية أيا كانت، وتشكلت مجموعات تشارك فيها الجامعة العربية، وتشارك فيها دول عربية، تشارك فيها مصر، جمهورية مصر العربية، وتشارك فيها الإمارات، وتشارك فيها المملكة العربية السعودية، وتشارك فيها دولة قطر. كل هذه الدول مدعوة لها وتشارك فيها بمستويات مختلفة. وتعرفون أيضا أن مصر تنظم يوم 13 اجتماعا هاما جدا لدول الجوار في القاهرة، وهذا أيضا سيكون بعدا آخر من أبعاد ممارسة الأزمة، حتى وإن تركز على الأمور الإنسانية وتنسيق العمل العربي والدولي والإفريقي بشأن النازحين واللاجئين والمتضررين من دول الجوار. وهذا الاجتماع سيحضره الاتحاد الأفريقي أيضا لدعم هذا الجهد، والبيان الذي صدر اليوم زكى هذا الجهد. إذن الجهود العربية مندمجة هي والجهود الإفريقية الآن، وطبعا المحور هو للعمل الإفريقي الآن تقوم الإيجاد والاتحاد الإفريقي متفقين على ذلك.
نعم، هناك توصية بإمكانية نشر قوات إيساف من أجل مساعدة المدنيين، كيف يمكن أن يطبق ذلك؟ أنتم تعرفون أن الاتحاد الأفريقي هو رأي خاص في هذا الشأن، هو أن أي تدخل أجنبي في السودان مرفوض من الاتحاد الأفريقي، ولكن إذا أرتاح السودانيون أن هنالك حاجة فيما يضمن أمن المدنيين أو تعاون مع السودانيين، فالأمر أمر سوداني في هذا الشأن، لأنه من وسيلة للسيادة السودانية، ونحن حريصون جدا كل الحرص على أن الوحدة الترابية للسودان والسيادة السودانية وتملك السودانيين في مآلهم أمور مقدسة. يعني من المعروف أن هناك جهود تبذل من أجل جمع كل من قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الجيش البرهان، أين وصلت وهل تمت مناقشتها في هذا الاجتماع خلال هذا اليوم؟ لقد تقرر اليوم لم تناقش هذه المسألة، وقد تقرر ذلك بمؤتمر الإيجاد الذي عقد في 12 شهر بداية الشهر في جيبوتي، وحسب علمي هذه الجهود لم تفلح حتى الآن. نعم، على السبب الشديد. نعم، جهود وقف إطلاق النار يعني كيف سيتم وما هي الخطوة الأولى بروفيسور؟ مسألة وقف إطلاق النار دائما مسألة معقدة، وتتطلب أولا الحد الأدنى من الثقة بين الأطراف، وتتطلب ثانيا ضمانات أيضا، وتتطلب إجراءات فنية كالرقابة، سواء كانت الرقابة بالجوية بالوسائل التقنية والمتطورة، وكل هذه الأمور قيد التفكير الآن فيها، لأنه لا فائدة من الإعلان عن وقف لإطلاق النار أو نشر اتفاقات تحصل بين الطرفين ولا تطبق، لأن هذا يضر كثيرا بمصداقية الجميع، يضر بمصداقية الذين يتوسطون، ويضر أيضا بمصداقية الذين يوقعون من حيث الأساس، لأنهم يوقعون على ما لا ينفذون، ومعروف بدون إلقاء اللائمة على هذا الطرف أو ذاك أن عدم تطبيق ما يتفق عليه ليس من دوابه المصداقية. نعم، بروفيسور محمد الحسن ولد البات، نشكر لك هذه المشاركة من أديس أبابا، كنت معنا وأنت الناطق الرسمي للاتحاد الأفريقي في الأزمة السودانية، شكرا لك. أيضا مشاهدينا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ينضم إلينا مراسل الحدث الزميل سعيد مزين. أهلا بك سعيد مرة جديدة برفقتنا مع قناة الحدث، بالوقوف عند يعني آخر التطورات، صدر بيان عن هذه الاجتماعات يعني أبرز ما تطرق له. نعم، مع تغيب الوفد الجيش السوداني اختتمت القمة للجنة الرباعية لمنظمة الإيجاد التابعة لمنظمة الإيجاد اليوم قبل ساعات من الآن، وأصدروا بيانا ختاميا عبروا فيه عن قلقهم جراء التحديات الأمنية والسياسية التي تعرقل عملية السلام في السودان، وطالب البيان بأهم نقاط، وهو النقطة الأولى هي وقف إطلاق النار فوري وغير مشروط، وأيضا إيصال المساعدات الإنسانية، وأيضا دعم اللجنة الرباعية ومنظمة الإيجاد لفترة انتقالية ديمقراطية. وأكدت اللجنة الرباعية هذه على ضرورة الدعم الدولي والتعاون في مواجهة الأزمات الإنسانية. نعم، عذرا للمقاطعة سعيد، عذرا للمقاطعة، ننتقل الآن مباشرة إلى جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن مع كلمة لمندوب الإمارات. رأت النور قبل أكثر، ورغم ذلك علينا أن نتذكر بأن الشعب اليمني الذي أرهقته الحرب يستحق واقعاً أفضل يضمن له حياة كريمة لا يكون للحرب فيها مكان. لقد آن الأوان لإرساء سلام شامل يتجاوز الهدن العابرة، سلام يحقق المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للثروات بين جميع اليمنيين. وفي هذا السياق نؤكد مجدداً على دعم دولة الإمارات الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة على الصعيدين الإنساني والسياسي، كما نثمن دور المملكة العربية السعودية في نزع فتيل التوترات في اليمن ليشهد بذلك
أطول فترة من الهدوء النسبي منذ بداية الأزمة، ونؤكد على دور سلطنة عمان في الوساطة وتقريب وجهات النظر التي تباعدت بسبب الحرب. سيدة الرئيسة، رغم ضبط النفس الذي تظهره القوات الحكومية اليمنية، نلاحظ تصعيداً غير مبرر من الجانب الحوثي، من جانب الحوثيين على مختلف الجبهات في تعز ومأرب وشبوة والحديدة والضالع، وبما يشتمل على هجمات مدفعية وغارات جوية باستخدام الطائرات المسيرة، والتي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين بما في ذلك الأطفال، كما شهدنا في الهجوم الذي أصاب 5 أطفال في مديرية حيث الأسبوع الماضي. ويتطلب هذا الوضع منا القيام بدورنا الحيوي ومطالبة الحوثيين بحزم بوقف هذه الهجمات فورا، والامتناع عن أي محاولات لإعادة إضرام نيران الحرب. فأي تصعيد أو إشارة في هذا الاتجاه تشكل مصدر قلق كبير، خاصة بالنظر إلى استمرار الحوثيين في بناء ترساناتهم الحربية منذ بداية الهدنة عبر عمليات التهريب في انتهاك صارخ للقرار 2216. وفي ظل هذا الوضع، لابد من تسريع التوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، يصاحبه سلسلة من إجراءات بناء الثقة تشتمل على فتح الطرقات وتوحيد الاقتصاد ومصرف الرواتب وتبادل الأسرى. وسيشكل هذا الاتفاق الأساس الضروري لبدء حوار سياسي بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام. السيدة الرئيسة، يواجه اليمن تحديات كبيرة على صعيد العمل الإنساني، في حين لا تزال جماعة الحوثي تفرض قيوداً شديدة على وصول المساعدات وحركة العاملين في مجال الإغاثة، خاصة النساء، وتحاول أيضاً التحكم في قوائم المستفيدين عبر فرض أنظمة غير شرعية قاموا بإنشائها. ويستمر الحوثيين بشن حرب اقتصادية ضد الشعب اليمني والحكومة اليمنية تفاقم المعاناة الإنسانية، وذلك باستهدافهم للمنشآت والمواني النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت، وتقييد حركة التجارة داخل البلاد، وتهديد الشركات والبنوك، وإجبارهم على استيراد السلع عبر ميناء الحديدة فقط، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي والمباني والممتلكات الخاصة بشكل تعسفي. وقد وصل الأمر بهم للتلويح بالإضرار بالبنية التحتية لإنتاج وتصدير النفط والغاز في محافظة مأرب، كما يستغل الحوثيون المخيمات الصيفية والمناهج الدراسية لزرع بذور الكراهية والتطرف بين الأطفال. فتلك الأفعال ليست مجرد انتهاك لحقوق الطفل فحسب، بل يعد التطرف أيضاً خطراً حقيقياً يهدد بتكرار النزاعات في المستقبل، كما أقر بذلك القرار 2686 الذي اعتمده هذا المجلس الشهر الماضي. وأخيراً، لا يفوتنا الترحيب ببدء عملية النقل الآمن للنفط من الخزان صافر في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، كما نثمن جهود هولندا في هذا السياق، ونؤكد على دعمنا المستمر لجميع الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار والتقدم في اليمن. ونتطلع بأمل وتفاؤل إلى اليوم الذي يستعيد فيه اليمن عافيته ويعم السلام والازدهار في جميع ربوعه. وشكراً سيد الرئيس.
I thank the representative of the United أشكر ممثل الإمارات العربية المتحدة. Madam President, we thank the special envoy of the Secretary General, Mr. Hans Grunberg, to the Assistant Secretary General, Ms. Joyce Misuya. Thank you. على الإحاطات المهمة التي تفضل بتقديمها بشأن الحياة السياسية والإنسانية في اليمن. كما قد استمعنا وبإمعاننا للمنسق الدائم للأمم المتحدة في اليمن السيد ديفيد غريزلي، إن الأوضاع في البلاد تدعونا إلى الشعور بالتفاؤل المحدود، حيث أن الكثير من الأعمال العدائية النشطة لم تحدث لمدة أكثر من سنة، وبعد تحقيق الهدنة في أكتوبر تشرين الأول 2022 هناك الكثير من الهدوء على المستوى الميداني. من الواضح أن الأطراف لا تنوي التصعيد وقد امتنعت عن الاشتباكات، وقد ساعد الحفاظ في الحفاظ على ذلك استئناف الرحلات بين كل من صنعاء وعمان وعمان وتنظيم الرحلات بين كل من صنعاء وجدة، وعملية الاتفاق المبدئي على تبادل الأسرى والسجناء. وكل هذا سوف يساعد اليمنيين على التوصل إلى حل وسط. الاتجاه العام للتطبيع في المنطقة سوف ييسر من التوصل إلى توفير بيئة تسمح بتحقيق ذلك. وفي ظل هذه الظروف نحيط علما بأنه من المهم للأطراف الدولية أن تبذل كل الجهود الممكنة من أجل المساعدة في التقريب بين وجهات نظر الأطراف في النزاع، ونحن ننتوي الاستمرار في التنسيق بشكل قريب مع كل الأطراف اليمنية من أجل حثهم على التوصل لحلول مقبولة من جانب جميع الأطراف وبناء الثقة مع الأطراف الإقليمية الأساسية. سيدتي الرئيسة، نحن على ثقة من أن التقدم لا يمكن أن يحرز على مستوى أو التقدم على مستوى التسوية سوف يساعدنا على تجنب أي سيناريوهات سيئة مثل استمرار المواجهات العسكرية كما حدث في الماضي. إن الهدف الرئيسي للوساطة الدولية يجب أن يكون هو التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للمشكلات الكثيرة والعديدة في اليمن والتي يشعر بتداعياتها الجيران، ونعيد التأكيد على دعمنا الكامل للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص غرونبرغ، كما أننا نشيد بالعمليات الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها، ونأمل في أن هذه الجهود سوف تتحول إلى هدنة مستدامة وطويلة الأمد تخلق الفرصة التي تساعد على إطلاق حوار وطني شامل وكامل تحت رعاية الأمم المتحدة. يجب أن يدرك أعضاء مجلس الأمن أنه عاجلا أو أم آجلا سوف يكون هناك ضرورة لمراجعة وتحديث الأسس القانونية التي تقوم عليها التسوية، ويجب أن تعبر بشكل واقعي عن الأوضاع العسكرية والسياسية الحالية، كما أننا نعارض التفسير والفضفاض لقرارات الجزاءات التي يفرضها المجلس على اليمن. يجب أن تستخدم القيود من أجل تيسير التوصل إلى تسوية سلمية وليس إزكاء جذوة الاضطرابات السياسية في المنطقة. ونحيط علما مع الشعور بالقلق بأن هناك وجود عسكري بحري أجنبي ويسعى إلى استغلال قرارات مجلس الأمن عند القيام بعمليات التفتيش في المناطق القريبة. سيدتي الرئيسة، المجلس اليوم قام بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة لمدة سنة إضافية بشكل أو بالإجماع، ونرحب بهذا القرار. ولطالما دعمنا من عملية خفض التصعيد في الحديدة وأكدنا على ضرورة الحفاظ على الطابع المدني للموارد، وننشد جميع الأطراف بالمشاركة بشكل بناء مع وسطاء الأمم المتحدة والامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية. ونحيط علما مع الشعور بالقلق بالرضا أن اللجنة التنسيق قد بدأت في استئناف أعمالها في اليمن. لسوء الحظ الأوضاع
الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تبقى متردية، حيث أن الأوضاع الإنسانية تشوبها الكثير من الصعوبات. يجب أن يحظى الشعب اليمني بعملية وصول غير معرقلة للمواد الغذائية والعقاقير والسلع الأساسية في جميع ربوع اليمن بدون أي تمييز. إن أي قيود تفرض على الإمدادات الإنسانية والعراقيل التي تفرض في طريق عمل العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة. ونحيط علما بأعمال الوساطة التي تقوم بها الأطراف الإقليمية من أجل مساعدة اليمنيين في المسارات المالية والإنسانية. ونرحب بالتقدم المحرز على مستوى تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإزالة نقلة النفط الصافر من ميناء الحديدة. إنها عبارة عن قنبلة موقوتة ويمكن أن تؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية وإيكولوجية في هذه المنطقة. ووفقا للسيد غريزلي فإن العملية تسير وفقا للجدول المحدد، ونتمنى من الجهود المنسقة التي يقوم بها اليمنيون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الأخرى أن تساعدنا في التوصل إلى نهاية لهذا التهديد. وختاما أعيد التذكير بقرار مجلس الأمن 598 وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار دون الإقليمية بما في ذلك المفهوم الروسي. وشكرا. أشكر الاتحاد الروسي على هذا البيان. والكلمة الآن للصين. سيدتي الرئيسة، نشكر المبعوث الخاص السيد هانس كرونبرغ والأمين العام المساعدة جويس مسوية والمنسق المقيم ديفيد غريزلي على الإحاطات، كما نرحب بمشاركة مندوبي اليمن وهولندا في جلسة اليوم. منذ مطلع هذا العام الأطراف المعنية في اليمن ظلت تعمل من أجل استئناف السلام والمفاوضات، وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عملوا على ذلك، ونحن نعرب عن التقدير لهذه الجهود. نرحب بتنظيم المنتدى الدولي الثاني حول اليمن وبافتتاح أو تسيير الرحلات التجارية بين صنعاء وجدة، ونتطلع لمزيد من التقدم الإيجابي في هذا الإطار. نافذة الفرص لن تظل مفتوحة إلى أبد الأبدين، ونأمل أن الأطراف المعنية ستشعر بروح العجلة وأن تحدد تطلعاتها من المفاوضات وتتحلى بالمرونة للعمل على تخطي الصعوبات وتحقيق التقدم تدريجيا. على الأمم المتحدة أن تظل موحدة في دعم الأمم المتحدة في دورها كهيئة أساسية للمسائل الحميدة، ويجب دعم المبعوث الخاص غرونبرغ من أجل دعم التحقيق المبكر لنتائج ملموسة في عملية سلام في اليمن. مؤخرا اندلعت العديد من الاشتباكات في تعز وأدت إلى إصابات وتوتر في الوضع الأمني، وتشعر الصين بالقلق حيال ذلك، وندعو أطراف النزاع للتحلي بالهدوء وضبط النفس والامتناع عن الإجراءات التي تقوض الثقة المتبادلة وتزيد التوتر وتعقد الوضع السياسي. تظل اليمن دولة على مجلس الأمن، وهي الدولة التي فيها الوضع الإنساني الأصعب، وقد شهدت اليمن أمطار غزيرة وفيضانات وأدت إلى إصابات في صف الناس وتدمير الأراضي والمحاصيل، وعلى الأسرة الإنسانية أن توفر المساعدة الإنسانية لليمن، ويجب دعم العمليات الإنسانية في هذا البلاد، وعلى الأطراف في البلاد ضمان الوصول الإنساني ورفع القيود غير المعقولة. إن نقل النفط الخام من ناقلة النفط صافر يتقدم تدريجيا. نرحب بجهود الأمم المتحدة، ونأمل أن الأطراف المعنية سوف تتعاون بشكل نشط وتضع خطة مناسبة من أجل التخلص من نقل من النفط الخام وتفريغه. سيدتي الرئيسة، لا يمكن تسوية الظروف من دون ظروف إقليمية مؤتية، ونرحب بالجهود الإقليمية في المسار للحوار والمصالحة والتعاون والوحدة، وهذا قد ضخ الزخم في العملية في بالنسبة لليمن وغيرها في الشرق الأوسط. والصين كشريك في المنطقة على استعداد للعمل مع كل الأطراف من أجل التوصل لتسوية وتطبيق المبادرات الأمنية العالمية، وسوف نواصل بذل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن وتحقيق الهدوء والاستقرار على المدى البعيد في الشرق الأوسط. وشكرا سيدتي الرئيسة. أشكر ممثل الصين على بيانه، والكلمة الآن لوفد المملكة المتحدة.
ممثلة الولايات المتحدة. شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة، شكرا للمبعوث الخاص جرونبرغ والأمينة العامة المساعدة ميسويا على الجهود والإحاطة. كما نعرب عن الامتنان للمنسق الإنساني والمنسق المقيم سيد ديفيد غريسلي على الإحاطة حول الناقلة ومعالجة ظروفها. وإلى جانب البرنامج المائد للأمم المتحدة قدمت هذه الجهود، طبعا تدعو الحاجة لبذل المزيد، ولكن هذه أنباء سارة حتما. فهذه الحالة هي نموذج التعاون الدولي حول اليمن، معا نحرز تقدما حقيقيا من أجل تجنب كارثة اقتصادية بيئية وإنسانية تفاقم الوضع الإنساني الصعب أصلا في اليمن، وتكون تداعياتها واسعة النطاق في المنطقة وخارجها. علينا أن نبقي على الزخم وأن نؤمن كما طلب السيد غريسلي المبلغ الإضافي، أي 28 مليون دولار الإضافية المطلوبة لإتمام العملية، ونشجع الجهات المانحة من القطاع الخاص على دعم خطة الأمم المتحدة درءا للكارثة. وفي الوقت نفسه علينا أن نوازن الجهود في إطار نقلة النفط صافر مع وجوب مواصلة توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح. الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لا تمول كفاية، وذلك بشكل خطير، وستتأتى على ذلك تداعيات مباشرة على اليمنيين في حين أن ظروف المجاعة قد تعود من جديد. نهيب بالمانحين ولا سيما من المنطقة العمل على تمويل الاستجابة الإنسانية. أيها الزملاء، ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بتجديد ولاية بعثة الحديدة 12 شهرا إضافيا، وأريد أن أشدد على أن البعثة يجب أن تمنح حرية التنقل لتقوم بعملها الحيوي. نرحب بما استثمرته البعثة من أجل خطة المرأة والسلم والأمن، وذلك لابد منه من أجل معالجة كل جوانب النزاع في اليمن. انقضى 16 شهرا منذ بدء الهدنة برعاية الأمم المتحدة في اليمن، وقد أثلجت صدرنا الجهود التي جرت، مثلا الرحلات من مطار صنعاء، ولكن نعرف أن هذه التدابير لا تكفي، وأن الكثير من اليمنيين لا يشعرون بعد ب هذه الجهود، بل إن بعضهم قد عانى من جهود من قيود مستمرة ومتزايدة، مثل قيود الحوثيين على بيع غاز الطهي، أو مثلا إلى إرسال المواد إلى الشمال، كما أن الحوثيين يواصلون عرقلة تصدير النفط، وهذا يفاقم أكثر من الأزمة الاقتصادية والإنسانية لليمن. يطوق اليمنيون لمعاينة التقدم في جهود السلام، وهذا التقدم يحتم على الأطراف في اليمن أن تجتمع وتناقش المسائل المعقدة من قبيل استخدام الموارد السيادية لليمن لصرف مرتبات القطاع العام. نحث الأطراف على التعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة وعلى المشاركة على نحو مجد في المحادثات اليمنية الداخلية المستقبلية. تواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن كل موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء منذ وقت، والأسرة الدولية موحدة الصف في هذا الإطار، وعلى الحوثيين السماح لهؤلاء اليمنيين الأبرياء بالاجتماع من جديد مع أسرهم. كما ندعو الحوثيين للإفراج الفوري غير المشروط عن الأشخاص 13 من طائفة البهائيين المحتجزين، ونحن نشعر بالقلق تحديدا حيال وضع أمر الملاهي الذي هي بحاجة للرعاية الطبية العاجلة. كما ندعو الحوثيين للإفراج فورا وبشكل غير مشروع عن
أحد الأشخاص القلائل الذين لا يزالون محتجزين من أبناء الطائفة اليهودية. يجب لكل اليمنيين أن تتاح لهم فرصة ممارسة دياناتهم دون خوف، ويجب أن نواصل التصدي للاضطهاد الديني في اليمن. أيها الزملاء، علينا أن نواصل بذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذه الحرب ولإنهاء هذا العنف الذي قدم ضاجع اليمن منذ سنوات، وعلينا أن نقوم بذلك بروح من العجلة. وشكرا. شكرا لممثلة الولايات المتحدة على هذا البيان، والكلمة الآن لممثل سويسرا. شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة. أشكر مقدمي الإحاطات الثلاث، وأرحب بمشاركة المنسق المقيم المعني باليمن ديفيد بريسلي، كما أرحب بحضور نائب وزير البنى التحتية وإدارة المياه في مملكة هولندا وبحضور مندوب اليمن. نكتفي مشاهدينا بهذا القدر عن جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن. أعلن المتحدث باسم مجلس النواب البرلمان الليبي عبدالله بليحق تعليق جلسة المجلس لمناقشة مقترح لجنة 6+6 المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المسار التنفيذي لقوانين الانتخابات إلى غد الثلاثاء، ولم يذكر بليحق عبر حسابه على تويتر سببا لتعليق الجلسة. كان المجلس الأعلى للدولة قد قرر تأجيل جلسته المقررة اليوم لبحث مقترح لجنة 6+6 لعدم اكتمال النصاب، وكان العضو في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري قال مؤخرا إن خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية اقترحتها لجنة 6+6، وهي تنص على تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية بحيث لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية 12 حقيبة. وللحديث أكثر ينضم إلينا من بنغازي مراسل الحدث الزميل محمد مسعود. أهلا بك محمد، حدثنا عن آخر التطورات لجلسة مجلس النواب. نعم جزال، جلستين كانتا مرتقبتين في هذا اليوم، سواء هنا في شرق البلاد عن طريق مجلس النواب الليبي، أو حتى في غرب البلاد عن طريق العاصمة الليبية طرابلس ولمجلس الدولة، ولكن كلتا الجلستان باءتا بالفشل. إنما تحدثنا عن مجلس النواب هنا فقد بدأت الجلسة بالفعل على غرار ما حدث في طرابلس وعدم وجود النصاب القانوني لبدء جلسة مجلس الأعلى للدولة، وكلتا الجلستين كانتا من أجل البت واعتماد القوانين الانتخابية المقدمة من لجنة 6+6 المشكلة في الأساس من أعضاء المجلسين. أما ما حصل هنا في شرق البلاد بالتحديد هو بدء الجلسة بالفعل بحضور رئيس مجلس النواب ونائبيه، ودقائق معدودة فقط على بدء البث المباشر لهذه الجلسة، وبدأ الخلاف ما بين الأعضاء وهيئة الرئاسة حول الجلسة الأخيرة المنعقدة في 26 من الشهر الماضي، وهذه الجلسة تم من خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومنها إقالة عدد من الأجسام التابعة أو الأجهزة التابعة لمجلس النواب، وكانت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فقط وغياب رئيس المجلس. الأعضاء اعترضوا على هذه القرارات وطالبوا بسحبها قبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال ومناقشة القوانين الانتخابية المقدمة من لجنة 6+6، وما إن بدأ شد وجذب في هذه الجلسة. فعلا هل كان قد قطعوا البث يعني بسبب اشتباكات كلامية محمد؟ صحيح، هناك يعني مشادات كلامية حصلت ما بين الأعضاء وما بين هيئة الرئاسة، هناك مطالب بضرورة سحب القرارات المتخذة في الجلسة الماضية، ومطالب أخرى بتأجيل النظر في القوانين الانتخابية إلى حين البت في هذه القرارات المتخذة في الجلسة الماضية. كان هو هذا السبب الرئيسي بحسب كل المصادر وحتى ما تبعه المشاهدين أو حتى المواطنين على القناة الرسمية التابعة لمجلس النواب قبل انقطاع البث بسبب هذه المشادات وشد وجذب ما بين الأعضاء حول هذه النقطة بالتحديد، وهي مسألة القرارات الأخيرة المتخذة في جلسة مجلس النواب في 26 من الشهر الماضي بعدها قطع البث، وتم إرجاء هذه الجلسة أو تعليق الجلسة إلى يوم الغد من أجل استكمال النقاش حول هذا الأمر الهام والمصيري، وهو ما يتعلق بالعملية الانتخابية برمتها، سواء باعتماد القوانين المقدمة من لجنة 6+6 أو إضفاء بعض التعديلات كما يطالب بها رئيس مجلس النواب وبعض
الأعضاء، ويقولون بأنها تعديلات جوهرية تخص بعض المواد وبالتحديد في الفصل الخامس، وهما المادتين 15 و17، سواء المتعلقة بالجنسية وشروط الترشح للرئيس أو حتى فيما يتعلق بضرورة أن يكون هناك جولة ثانية بغض النظر عن النتيجة التي يعني يفوز بها المرشح من الجولة. نعم. عذراً محمد، نذهب مباشرة من جديد إلى مجلس الأمن للاستماع إلى مندوب اليمن. من النظام الإيراني للتعاطي الجاد مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن وجهود الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الصراع الذي خلف دمارا شاملا وهائلا وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إن خيار السلام اليوم هو الخيار الأمثل، ولكن للأسف نفتقد إلى شريك جاد في تحقيق هذا السلام. وفي هذا الإطار نشيد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومواقفها الأخوية الصادقة والتزامها المخلص بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبنا اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية وتجديد الهدنة الإنسانية وإحياء العملية السياسية. ومن هذا المنطلق تعاملت الحكومة اليمنية بكل إيجابية مع كل خيارات السلام، وأظهرت خلال الفترة الماضية المزيد من المرونة، وقدمت الكثير من التنازلات أحادية الجانب، ودعمت المساعي الحثيثة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتجديد الهدنة والالتزام بكافة بنودها حتى بعد انتهائها، حرصا على إنهاء معاناة شعبنا وتفويت أي فرصة للميليشيات الحوثية في العودة إلى التصعيد الشامل ومفاقمة الأزمة الإنسانية. وفي المقابل، وبدلا عن الإيفاء بالتزاماتها وأبداء حسن النوايا تجاه المبادرات الحكومية والجهود الدولية والأقليمية وتقديم التنازلات، تواصل ميليشيات الحوثية ممارسة الصلف والتعنت في رفض كل المبادرات والجهود لإحياء السلام، وتواصل انتهاكاتها المستمرة لقواعد ومعايير القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وتقييد الحقوق والحريات، بما في ذلك استمرارها في فرض الحصار على محافظة تعز واستخدامها هذا الملف الإنساني للابتزاز السياسي. كما تستمر هذه الميليشيات في استهداف المدنيين والأحياء المدنية بما في ذلك النساء والأطفال، وتعمل على حشد مقاتليها إلى الجبهات، وتواصل تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال فيما يسمى بالمراكز الصيفية بهدف الزج بهم في جبهات القتال، بالإضافة إلى فرض الميليشيات الحوثية نظام المحرض في مناطق سيطرتها وحرمان النساء اليمنيات من حقوقهن الأساسية في المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، واستمرارها في ممارسة الإجراءات التعسفية والاعتقالات الممنهجة بحق الأقليات الدينية في انتهاك صارخ لحرية الدين والمعتقد، وممارسة الشعائر الدينية التي تقرها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، آخر اعتقال الميليشيات 17 من أبناء الطائفة البهائية في صنعاء بينهم 5 نساء وإخفائهم قسرا، ومداهمة العديد من المنازل وترويع الأسر. إن عدم التزام الميليشيات الحوثية بتنفيذ أي من بنود الهدنة ورفض جهود تمديدها والاستمرار في حربها الاقتصادية على الشعب اليمني يعكس بشكل واضح النوايا الحقيقية لهذه الميليشيات في رفضها لخيار السلام ويقوض الحل السلمي للصراع ويفاقم الأزمة الإنسانية. وعليه فإن الحكومة اليمنية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر إلى الاطلاع بدوره ومسؤولياته في الضغط على هذه الميليشيات ومن خلفها إيران للتوقف عن هذه الممارسات وتحييد الاقتصاد والجنوح لخيار السلام، وقف جرائمها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. السيد الرئيس، إن شعبنا اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية ومزيد من الأعباء الاقتصادية في ظل إمعان الميليشيات الحوثية مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي، وإيغالها في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها على الشعب اليمني واستهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية
وموانئ تصدير النفط ومنع وصول السفن والناقلات التجارية إلى موانئ التصدير، سعياً منها لعرقلة جهود الحكومة اليمنية لتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين وإعاقة فرص توسيعها لتشمل الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الميليشيات. الأمر الذي يهدد بنسف كل فرص السلام وتغويض الجهود الجارية لإنهاء الحرب، ويهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وتسبب في تراجع الإيرادات العامة، وأثر سلباً على مستوى الاقتصاد وقدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة ودفع المرتبات، وجر الأوضاع في اليمن إلى مزيداً من التعقيد. بالإضافة إلى اعتداءات الميليشيات الحوثية المتواصلة على القطاع الخاص، وآخرها اقتحام الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء وتغيير مجلس إدارتها بالقوة بمجلس جديد موال لها، والعمل على تجريف ما تبقى من مكاسب القطاع الخاص ومجتمع الأعمال اليمني، ومنع تدفق المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية إلى مناطق سيطرتها. وفي مواجهة هذه التحديات القائمة والمستجدة، اتخذت الحكومة العديد من الخطوات على صعيد تنفيذ جملة من الإصلاحات الشاملة والحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تخفيف منابع الفساد وترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة. وفي هذا الصدد ندعو المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر إلى تحرك عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لوقف الحرب الاقتصادية الحوثية ضد الشعب اليمني وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي تفرضها على حركة السلع والمساعدات الإنسانية، ودعم جهود مؤسسات الدولة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار. ونثمن في هذا السياق الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الجوانب الخدمية والتنموية والإنسانية والمساعدة في تجاوز وتخفيف معاناة الشعب اليمني، ونتطلع إلى تعزيز هذا الدعم لتمكين مؤسسة الدولة من القيام بدورها وواجباتها. السيد الرئيس، في الوقت الذي اعتمد هذا المجلس بالإجماع قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، نود التذكير بأن الميليشيات الحوثية تستمر في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم، وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة، والذي دأبت الميليشيات الحوثية على تفريقه من مضمونه من خلال فرضها العديد من القيود والعراقيل أمام عمل البعثة، بهدف تعطيل تنفيذ ولايتها وتقييد حركتها وجعلها حبيسة مناطق سيطرتها، وعدم السماح لدوريات البعثة بالتحرك بحرية داخل المدينة لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الخروقات والانتهاكات، والتي تستمر الميليشيات الحوثية في ارتكابها بشكل دائم في محافظة الحديدة. وكان آخرها استهداف الميليشيات الحوثية للأحياء المدنية في مديرية حيس، والتي نتج عنه ضحايا مدنيين من بينهم 8 أطفال، وزراعة الألغام الأرضية بطريقة عشوائية في أماكن تستهدف المدنيين وسبل عيشهم، وتسببت في وقوع إصابات بالغة ومستديمة وإعاقات جسدية مزمنة وخسائر بشرية عديدة. وفي الوقت الذي تشيد فيه الحكومة اليمنية بجهود مشروع مسام لنزع الألغام، تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى دعم جهود الحكومة اليمنية والجهات ذات العلاقة للتغلب على المآسي والآثار المترتبة على انتشار الألغام والعبوات الناسفة التي تعمل الميليشيات الحوثية على زراعتها. وفي الختام السيد الرئيس، تشيد الحكومة اليمنية بالتقدم المحرز في عملية الإنقاذ الآمن للناقل الصافر، وتثني على جهود كل من المنسق المقيم السيد ديفيد جريسلي وفريقه القطري في اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتتوجه بالشكر للمانحين والدول الصديقة والشقيقة والقطاع الخاص على الدعم المقدم لضمان التنفيذ والتمويل الكامل لخطة الإنقاذ التي تقودها الأمم المتحدة. ونثمن جهود هولندا في هذا الصدد، ونؤكد مجدداً حرص الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة لتفادي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية. شكراً السيد الرئيس.
I thank the representative of Yemen for their statement. I now give. شكرا جزيلا لممثل اليمن. الكلمة الآن للسيد سلوتماكر نائب وزير البنية التحتية وإدارة المياه من مملكة هولندا. شكرا سيدتي الرئيسة، أشكر المبعوث الخاص غروندبرغ على إحاطته، أشكر كذلك الأمينة العامة المساعدة جويس مسويا والممثل المقيم. إذن سنكتفي بهذا القدر بعد أن استمعنا لكلمة مندوب اليمن في جلسة مجلس الأمن بالشأن اليمني. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ما زالت تنتظر من الاتحاد الأوروبي أن يفتح الطريق أمام حصولها على العضوية الكاملة كي يتسنى لها أن تمهد الطريق لانضمام السويد لحلف شمال الأطلسي، لكنه أكد أن البرلمان التركي ستكون له الكلمة الأخيرة في انضمام السويد لحلف الأطلسي، وأن انضمام السويد لحلف الأطلسي يتوقف على تنفيذها لاتفاق مدريد. الرئيس التركي كشف في هذا الصدد أنه سيعقد الاجتماع ثلاثيا مع أمين عام حلف الأطلسي ورئيس الوزراء السويدي، مؤكدا تأييده لسياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي. وبخصوص علاقات بلاده مع روسيا، قال أردوغان إنه يتوقع زيارة من بوتين لتركيا في شهر أغسطس، وسيناقش معه خلالها اتفاق الحبوب، مضيفا أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيسهل انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي. مدعوون دائما مشاهدينا لمتابعة قناة الحدث، المزيد من الأخبار بانتظاركم دقائق قليلة، ونتابع معكم مع الملف اليمني. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.